السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي قناه ام اشراق او منوعات اشراق مرحبا بكم اليوم ان شاء الله غنصايب معكم بريوش بالشوكولا بريوش كيجي كي خفيف وكيجي وسهل في التصاوب بزربه كيوجد كيحتاج بزاف ديال الوقت غنحتاجو بسم الله نحتاج هنايا كاس ونص ديال الحليب دافئ كاس تقريبا كاس ديال العنبه وغنحتاج معلقه كبيره ديال الخميره معجونه او الخميره فوريه غادا نحاول ندوبها فداك الحليب الدافيء ديالنا حتى تذوب مزيان من, من بعد غادا ناخد شي شي زيف نقيو ولا بابي بحال هكا ونغطي نغطيها ومن بعد نرجع بالما بالما خمرات هذيك بالما دابت لي دي الخميره ديالي وغنحركها وغنبدا نضيف باقي المقادير هنايا عندي كيس ديال الفانيليا كيس ديال الفانيليا فئه 7 غرام وعندي واحد كاس العرب تقريبا ديال زيت المائده وعندي كاس العرب ديال السكر سنيده السكر حسب الرغبه حيت حنا غنديرو فيه الشكلاط اللي بغى يدير هكا بغى ينقص تقدروا ديروا غير ثلاثه المعالق السنيدة ومعلقه كبيره ديال الخل الابيض هذا الخل كيخلي كل حاجه كت... كتجي بحال داكشي ديال لي باتيسري بحال العجائن ديال الباتيسري كتخلي العجينه كتجي خفيفه اي عجينه كنديرو فيها تقريبا درت هنا جوج د المعلقات كبار ديال الخل عفوا وغنحرك هاد المكونات كاملين من بعد غنضيف لهم بيضه بيضه صينه غنحاول نحرك هذيك البيضه حتى يوصل ال... داك الخميره والزيت والحليب اللي وجدنا من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق غنبدا نضيفه تدريجيا من بعد غدا نزيد واحد الشاصي ديال بيكن باودر سبعة غرام خميره الحلوه سبعة غرام وغنبقى نجمع العجينه ديالي بايدي والعجينه هكا خاصكم تخليوها مطلوقه صافي وكندهنها بالقليل من الزيت وكنحطها ترتاح لمده ساعه من بعد كنحاول نعاود نجبدها العجينه ديك الساعه كتكون جمعات راسها شي شويه ما كتبقاش جاريه ومن الاحسن ان هاد العجينه ديال هاد البريوش تكون عجينه مرخوفه بزاف ناخذ هنا زيت المائدة باش نكور كويرات صغار ديال ديال البريوش ديالنا غنجيب واحد صفيحة ديال الفرن غدا ندهنها بالزيت وغدا نبدا نشكل كويرات صغير أستغفر الله نشكل كويرات صغيرين ويكونوا يكونوا قد بعضياتهم من بعد عادة باش غدا نبدأ نجي نشكلهم عفوا ندير فيهم شوكولا صافي بعد, مشكلته بعد هناخد شوكولا هناخد اه انتو ما شكلتهم غادي ناخذ شوكولا هنايا انا خديت ماريجا نتوما تقدروا ديروا اي شوكولا بغيتو غير ما كانش عندي كانت عندي هذه المتوفرة متوفره هي اللي غنخدم بها غنحاول نقطع مربعات وغنبدا نعمر كل كويره وسطها بالشوكولا صافي من بعد ما نكملوا الكويرات ديالنا كنحطوهم يختامرو، نغطيهم ونخليهم يختامرو عاوتاني تقريبا لمده ساعه ولا ساعه الا ربع حيت هو كل ما اختمر هذا البريوش ونحاول نحطوه في بلاصه دافيه ومن بعد كنشعلوا الفران ديالنا على 180 درجه وندخ ونشعلوا عليه غير من التحت ونخليوه يطيب من تنفخ مزيان عاد باش نشعلوا عليه من الفوق هنا بعد ما دهنتو دهنتو بيضه وشويه ديال نيسكافي عفوا حيت ما وريتاتش في الفيديو الاول دهنتو مزيان ودخلتوا الفرن طاب من التحت وعاد باش شعلت عليه من الفوق بعد ما تنفخ هكا كيجي البريوش ديالنا صافي كنحيدو انا نوريكم كيفاش كيجي بصراحه كيجي قطني بزاف بريوش وكيجي زوين ومن الاحسن تنقصوا عليه البوطه نديروا لدرجه الحراره اللي كنطيبوا بها الكيك ديالنا 180 درجه انا هنا طيب شو غير في الفران ديال الغاز طيب طيب وزوين مهم هو البريوس ديالنا كيفاش كيجي كي في الاخر وشكرا على مشاهده الفيديو كنتمنى تدعموني ومرحبا بكم في فيديو الجاي ان شاء الله